بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 11 من الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، باب في طرح خاتم الذهب. معلوم أن خاتم الذهب يحرم على رجال الأمة ويجوز لنساء الأمة، فهذا حكم خاص بالرجال دون النساء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 91 بعد 505,000، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، والنهي هنا بالإجماع للتحريم وليس للكرم، نهى للتحريم. ودليل التحريم جاء من أدلة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حلق من نار، وبيّن أن فيها عقوبة، لأن الكراهة لا عقوبة فيها، فلما بيّن أن فيها عقوبة دل على أن النهي هنا للتحريم. فلا يأتي إنسان يقرأ هذا النص يقول ما النهي محتمل يبقى للكراهة، نقول له لا، تقرأ باقي النصوص ولا تكتفي برواية واحدة، لازم تقرأ كل النصوص الواردة في موضوع معين. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، في تغيير المنكر باليد لمن له ذلك. يبقى إيه؟ لما شاف خاتم من ذهب في يد رجل، النبي عمل إيه؟ ما قالوش اطلعه، هو نزعه بيده الشيء وطرحه. كونه طرحه على الأرض دليل أنه حرام، عارف لو مكروه كان نزعه لبسه كمان، يعني دليل ان هي شدة الكراهة، وشدة الكراهة قرين على الحرمة دايما. فنزعه فطرحه، طرحه يعني رماه على الارض، طرحه يعني ايه؟ يعني رماه على الارض. وقال يعمل احدكم الى جمرة من نار، اهو دليل التحريم، النهي للتحريم، يعمل احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده، ده دليل التحريم. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك، خاتمه بقى مرمي على الارض. فقال له الرجل طب خذ الخاتم، والنبي طرحه لانه نهى عن لبسه ولم ينهى عن اقتنائه. لكن شوف بقى، هو بحرصه اللي رمى النبي ما خدوش، يبقى ده زياده ادب، يبقى فيها اتباع مع زياده الادب. فهمت بقى؟ الصحابه كان عندهم زياده ادب، يعني ممكن لما طرحه تاخده انت تبيعه، تاخد فلوسه ما يجراش حاجه، ولو عمل كده جائز كمان. لكن هو اراد ان يبين ان جيل الصحابه فيهم ادب زائد، الحاجه اللي يرميها النبي انا ما اخدهاش ولو كانت حتى عند الناس غاليه. فهمت ازاي؟ دي معنى ادب عالي. خذ خاتمك انتفع به، يبقى الصحابة عرفوا ان طرح النبي له مش معناه تحريم اقتنائي، ده تحريم لبسي، عشان كده قالوا له خده، ده مالك، خده استفيد بيه بطريقة اديه لمراتك تلبسه،
بنت، ممكن حاجات كتير، واخد بالك؟ لكن قال لا ما اخدوش. قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا للادب وليس لبيان النهي عن اخذه، ولكن هذا زياده ادب، فالادب زياده في الاتباع. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه، فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخلي من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى الخاتم والخاتم تنفع فتح التاء وكسرها لغتان صحيحة، الخاتم بفتح التاء والخاتم بفتح التاء بكسر التاء لغتان كويس صحيحتان. الاصل في الاشياء الاباحه استعمله النبي على انه مباح، فجاء الشرع بالنهي فرماه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي استعمله اصلا على الاصل المعروف ان الاصل في الاشياء الاباحه فاستعمله النبي، ثم جاء بعد ذلك التشريع، فلا تحريم إلا بتشريع. ما فيش تشريع، ما فيش نقية تشريع، نص قرآن أو سنة هو ده التشريع. التشريع يكون بنص، فهمت إزاي؟ قرآن أو سنة، ما فيش، يبقى خلاص الأصل في الأشياء الإباحة. يبقى لبسه النبي على الأصل، ثم بعد ذلك جاء التشريع بالتحريم فخلعه أمام الناس حتى يظهر هذا الحكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. يجوز التختم في اليمنى ويجوز التختم في اليسرى على سبيل الاختيار، والأفضل اليمنى لأنها محل الزين، لكن ممكن الإنسان تكون إيده اليمنى بيشتغل في صنعة، فلما يحط الخاتم في إيده اليمنى ممكن ينضر قاعد طول النهار يدق بيه ويعمل، فيبقى يلبسه في اليسرى. عشان كده كثير من الصحابة لبسوا في اليسرى وكثير من الصحابة لبسوا في اليمنى، كل على حسب ايه احواله، فالامر للاباحة. فيجوز التختم في الذهب في ايه التختم بغير الذهب، يعني خاتم الفضة مثلا يلبسه في اليمنى جائز، يلبسه في اليسرى جائز، كل على حسب ما يراه مناسبا لحياته وما اقامه الله من صنعة، فهمت؟ فلا شيء فيه. لكن لو كان لا يضره في اليمنى او لا يضر الخاتم نفسه ينضر بسبب التعامل مع صنعته، يبقى ايه؟ لان قد يضره الخاتم في نفسه في جلده، وقد يضر نفس معدن الخاتم من الادوات اللي بيستعملها، فهمت؟ فيضيع ماليته، يبقى في الحاله دي يلبسه في اليسرى. لكن لو مش هينبني عليه ضرر لا عليه ولا على الخاتم يلبسه في اليمنى اولى، لان اليمنى ايه اولى بالزينه من الجهه اليسرى، فاهم؟ فلما تشوف واحد لابسه في اليسرى ما تقولوش ايه اللعبه اللي في اليوم، واحد لابسه في اليمنى ما تقولوش ايه مبروك عليك كده كويس كده صح وكده صح، سيبه يعني اطلع من المساله دي، فاهم؟ لان الامر واسع، فلما تلاقي الامر واسع ما تضايقوش، لان تضييق الواسع تشريع بغير شرع، فهمت ازاي؟ تشريع بغير شرع ده حرام. يقول من شرع في ايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه، فهمت؟ فالواحد يحتاط الحكايه دي، لان في ناس بتتسرع وايه ويدي رايه في امور الشرع والسح، فيخرج اللي لو وسعوا الشرع سيبه واسع، واللي ضيقوا الشرع بين ضيق الشرع تضييق الشرع فيه، فهمت بقى ازاي؟
حتى نتأدب مع الشرع الشريف. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم حاء قال وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب كلهم عن أسامة جماعتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق اللي هو الفضة، خاتما من ورق. وفي القرآن يقول إيه وابعثوا أحدكم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، لأن كانت العملة فضية اللي هي الدراهم كانوا يسموها إيه الدراهم دي فضة، يبقى الورق هو الفضة. خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله. طب وليه النبي عمل الخاتم ده؟ مراعاة للأعراف الدولية في عصره، يبقى مراعاة الأعراف الدولية دي سنة نبوية. لما أراد أن يرسل الرسائل لحكام عصره في البلاد المختلفة قالوا له يا رسول الله لا يقبلون رسالة إلا مختومة، العرف الدولي كده. فالنبي اتخذ خاتم، ما قالش غير العرف، يبقى خاطبوا الناس على قدر عقولهم، فاتخذ خاتما عشان يختم بالرسائل صلى الله عليه وسلم. نقشه محمد رسول الله، محمد صدر، رسول صدر، الله صدر، وبدأ الله فوق، بدأه من أسفل، يعني محمد أوله، أعلاها رسول وبعدين الله. ده خاتم إيه؟ نقش خاتم رسول الله. لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعد. يبقى الخلفاء لبسوا خاتم النبي من بعد، دل على ان ما تركه النبي لا يورث، لان الخلفاء مش من الورثه. اللي يورث النبي كان مين؟ بنته فاطمه وعمه العباس بس وخلاص، ده اللي يورث. بنته تاخد النصف والباقي لعمه العباس. ادي لو كان هيتورث زي باقي المسلمين، لكن لا، النبي لا يورث. فهمت بقى؟ وبالتالي ما تركه صدقه، عشان كده قبح النبي الدول ايه؟ لانس ابن مالك، لانه خادم النبي اللي كان بيسيب قدح النبي، فقالوا له انت اكتر واحد استعمل القدح ده للنبي، خد انت ادهوله. ما حدش جه اعترض وقالوا لهم لا لا احنا ناخده. وفضل قدح النبي عند انس ابن مالك، كان يسقي بيه الناس تبركا ويتبركوا منه. فهمت؟ وبعدين الخاتم خدوا الخليفة، لأنه هو في محل النبي كولي أمر للمسلمين، فهو يليق به، فخدوا الخليفة، لبسوا سيدنا أبو بكر، وبعدين إيه لما مات سيدنا أبو بكر خدوا سيدنا عمر، وبعدين خدوا سيدنا عثمان. ده يدلك على أن الأنبياء لا تورث، ما تركوه صدقة، يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بما يراه مصلحة للمسلمين. فهمت؟ طب وليه الأنبياء لا تورث؟ لحكم كثيرة، لبيان أنهم لم يأتوا لجمع حطام الدنيا لأبنائهم، فهم أبعد الناس عن هذا، ولئلا يتمنى أحد أقاربهم موتهم ليرثه وإلا يهلك، لأن تمني موت نبي كفر، يبقى ربنا عصمهم وحماهم من هذا. فاللي يمسكوا يبقى إيه؟ ينفقوا كيف شاء، لكنه لا يرثه احد من بعده، حتى لا يظن بانه يجمع الحطام من اجل ابنائه وعزوته. هم ابعد الناس عن ذلك، الدنيا افتقرت اليهم وهم لم يفتقروا اليه. لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد ابي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر اريس. كان بيتوضا سيدنا عثمان في اواخر خلافته، فبيخلعه بيديه للغلام بتاعه عشان ايه؟ يشيله لحد ما يتوضا،
وهو بيناوله كده راح وقع في البئر، بئر، نزحوا البئر، بحثوا عن الخاتم ما وجدوش، وقتل سيدنا عثمان، ولم تستقر الخلافة لأحد من بعده، وكأن استقرار الخلافة الراشدة كانت فيها سر في وجود الخاتم، ولم تستقر، وخلافة راشدة 30 سنة وبعد كده ملك عضود حتى ينزل عيسى بن مريم، فربنا ينجينا. عشان كده سيدنا الحسن لما عرف ان هي 30 سنة راشدة والباقي ملك عضود سابها، بعد 30 سنة بالظبط سابها، تولاها 6 أشهر تكملة 30، علماء مش هيقف ضد قدر الله، هو ربنا قدره كده انها تبقى ملك عضود، خلاص يمتحننا، هيمتحننا بظلم حكامنا، هنعمل ايه؟ بيمتحننا سبحانه وتعالى زي ما بيمتحنك بمرض، يمتحنك بأي حاجة. فقام سيدنا الحسن عمل ايه؟ بعد 30 سنة بالظبط كان مجموع خلافة سنين الخلافة بتاعت سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي 29 سنة و6 أشهر. طب باقي على الخلافة الراشدة كام زي ما النبي قال لهم؟ ماشيين على وفق كلام النبي، النبي بيقول لهم قدر الله في الأمة. قال لهم الخلافة الراشدة بعد 30 عاما، لكن بعد الخلافة الراشدة هيضيع الإسلام؟ لا، المسلمين هيفضل الإسلام مستمر ليوم القيامة إن شاء الله. فالإسلام مش مرتبط بالحكم، الإسلام مستمر سواء الحكم ظالم أو عادل، بخلاف إيه؟ دعوة الاتجاهات السياسية الإسلامية المتصورة أن الإسلام متوقف على الحكم، فجعلوا طلب الحكم ديدنهم علشان يحافظوا على الإسلام، ما قروش في النصوص، ما فهموش مقصد النبي، ما قال الإسلام هيستمر، هو الإسلام هيستمر 30 سنة بس؟ طب ما احنا نقعد قرون، هو في نبي بعد النبي؟ يبقى الإسلام مش مرتبط بالحكم، ناخد بالنا من الحتة دي، حكم ظالم، حكم عادل، المسلمين شغالين، الحمد لله خلاص، مش محتاجين نبي بعد نبيه. سيدنا حسن عمل إيه بعد 6 أشهر بالظبط؟ كملت ال6 أشهر وبص للجيش ورماء المسلمين ادها لمعاوية، خاف لحسن يمسكها بعديها يدخل في الملك العضود. فهمت بقى ازاي؟ شفت بقى فهم آل البيت؟ لدرجة يقولوا سيدنا الحسن جلبت لنا العار عشان تنازل، لأنه كان كده ينتصر. سيدنا الحسن يقول العار ولا النار، لأن الملك العضود ملك ظالم، هدخل النار، يوم العار ولا النار. شفت بقى؟ ادي فقه آل البيت. ربنا ينفعنا ببركته ويجعلنا على قدمهم، لا يفترقان حتى يرد ايه؟ كتاب الله وعترتي آل بيتي، لا يفترقان حتى يرد على حوضي، فربنا يجعلنا من هذه الفرقة. حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من فضة من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي في حال حياته، يبقى الحكم ده متعلق بحال حياة النبي. كويس؟ في أشياء متعلقة بحال حياة النبي، لا تكنوا بكنيتي وتسموا باسمي، ده في حال حياة النبي. طب بعد حياة النبي ممكن واحد اسمه محمد يسمي ابنه القاسم. يجوز، ويبقى اسمه أبو القاسم، ما يجراش حاجة. فهمت بقى؟ لكن في حال حياة النبي لا. ففي إيه؟ أحكام مؤقتة بحال حياة النبي، دي منها. ان نقش خاتم النبي محمد رسول الله، ما حدش في حياة النبي يجيب خاتم وينقشه زي نقش خاتم النبي. طب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ممكن تجيب خاتم يجيبك محمد رسول الله، ما يجراش حاجة. فهمت بقى ليه؟ لانه حتى لا تختلط رسائل النبي برسائل غيره. فهمت ازاي؟ لان كان النبي بيختم بالرسائل لايه؟ لولاة الامور وللحكام الاخرين. فلو كل واحد بقى عمل خاتم حتى عليه نقش النبي وكتب رساله وختمه هتختلط الامور، مش هتنضبط. فاهم؟ فكان الحكمه في حال حياه النبي الا ينقش احد على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان إذا لبسه صلى الله عليه وسلم جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. معيقيب ده اللي هو كان خادم سيدنا عثمان على البئر، معيقيب. وكان النبي لما يلبسه يخلي ايه الفص اللي فيه النقش جهة باطن الكف، ليه؟ حتى لا ينجرح النقش فيفقد ايه قدرته على الخدم للحفاظ عليه، فيجعل ايه في جهة الباطن الكف صلى الله عليه وسلم حتى يحفظه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع العتكي كلهم عن حماد، قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس اني اتخذت خاتما من فضه ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه. للناس، كلمه الناس لفظ عام يراد به الخصوص غالبا، يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص غالبا. فالناس هنا اللي هم الصحابه اهل عصر مش مطلقه. فهمت ازاي؟ يبقى هنا لفظ عام يراد به اهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لفظ الناس لفظ عام يراد به الخصوص غالبا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس هنا غير الناس هنا. مش كده برضه؟ يبقى الناس لفظ عام. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس، يقصد إيه؟ أهل عصره في جزيرة العرب حتى يتمكن من إيه؟ إظهار رسالة ربه. وهذا الأمر خاص بالنبي وليس خاص بأمته، إنها تفضل تقاتل الناس إلى الأبد زي ما بيعتقد الجماعات الجهادية. الكلام ده متعلق بالنبي في عصره. أمرت أن أقاتل الناس، يعني أهل عصري في جزيرة العرب الذين منعوني من بلاغ إيه؟ رسالة ربي. فنفذ صلى الله عليه وسلم حتى استقر الشرع وانتهى. بعد كده ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، ما حدش ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش نروح نعتدي على ناس بتسلمنا. علشان كده فهمت بقى ازاي؟ امرت ان اقاتل الناس، يعني الناس اهل عصري الذين منعوني في جزيره العرب، اقاربي قبائل العرب المختلفه، لان ما من قبيله من قبائل العرب الا وبينها وبين النبي رحم، وبينها وبين قريش رحم. ودول منعوه وتكتلوا عليه وارادوا انه يقتلوه ويمنعوا دعوته، فأمر أن يقاتلهم لأنهم هم الذين بدأوا بالقتال حتى يبلغ رسالة ربه. وقال أمرت، ما قالش أمرتكم. فهمت بقى إزاي؟ ياخدوا الحديث يفهموا غلط، لأنه مش فاهمين أن الناس لفظ عام يراد به الخصوص غالبا. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة. فنعرف من الحديث ده ان احمد بن حنبل من مشايخ الامام مسلم وكان معاصرا له. وحدثنا احمد بن حنبل وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا اسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك املنا. اللهم فقهنا في امور ديننا ودنيانا، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظنا في انفسنا وفي ديننا وفي اموالنا وفي اهلنا وذريتنا الى يوم القيامه من كل فتنه ومعصيه تغضبك يا رب العالمين. اسالك حسن الخواتيم في الامور كلها لنا ولاحبابنا ولسائر امه حبيبك المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد